السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أصدقاء تجمع العام للطيور؟ ننتقل يعني إلى سؤال آخر فيما يخص مرحلة التزاوج عند الطيور، والسؤال الرابع إخواني، وهو أن التزاوج جم وبطن الأنثى منتفخ يعني وتأخر وضع البيض. يعني هناك احتمال إخواني وحيد، وهو انحباس البيضة داخل بطن الأنثى الكلاري، والحل أصدقائي وهو دهن بطن الأنثى بزيت الزيتون، ونقوم بمعك بطن يعني مخرج الأنثى بلطف كثيرا جدا حتى نتجنب يعني انهراس البيض داخل بطن الأنثى. هذا من جهة. أيضا من الممكن أن تكون الأنثى بكرية، ونقوم باستخدام نفس الطريقة معها، ونقوم يعني بدهن مخرج بطن الأنثى بزيت الزيتون. ايضا هناك طريقه اخرى، وهي نقوم باخذ الخص ونقوم بدهنه بالزيت الزيتون، ونقوم بتقديمه للانثى مع يعني دهن بشكل يعني خفيف بطن الانثى لتجنب كسر البيضه داخل الانثى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا اعجبتك الفقره شاركنا الاعجاب والتعليق، وليصلك الجديد لا تنسى الاشتراك في القناه.